وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته. نعم، ما يكون في هذا الكون فهو من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، لا يكون في هذا الكون شيء بغير إرادته أو بغير خلقه، أو أن أحداً يخلق مع الله جل وعلا. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين خلقوها مستقلين عن الله جل وعلا، وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله، وهي كسب العباد وأفعال العباد، هي فعلهم وكسبهم، وهي خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعمل أي وخلق ما تعملون. نعم.